بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. السؤال رقم 4 في العمليات على الجذور التكعيبية. السؤال بيقول اختصر لأبسط صورة، جذر 12 زائد جذر 54 تكعيبي ناقص 2 جذر 3 تربيعي زائد جذر تكعيبي ل 16. 12 عبارة عن 2 في 4 أو 3 في 4 قصدي 12 عبارة عن 3 في 4. 54 عبارة عن 9 في 6 طبعا تكعيبي 9 في 6 ناقص 2 جذر التكعيب التربيعي ل 3 زائد 16 عبارة عن الجذر التكعيبي ل 2 في 8. الأربعة من تحت الجذر التربيعي تطلع باتنين جذر تلاتة زائد الستة، دي عبارة عن اتنين في تلاتة، الستة عبارة عن اتنين في تلاتة، وبالتالي تلاتة مع التسعة تدينا 27، تطلع من تحت الجذر بتلاتة ويتبقى الاتنين تحت الجذر التكعيبي ناقص اتنين الجذر التربيعي لتلاتة. 8 دي تطلع من تحت الجذر تبقى 2 الجذر التكعيبي لـ2. الحدود بقى المتشابهة مع بعض والمختلفة مع بعض، دي الجذر التكعيبي ودي الجذر التكعيبي، دي 3 ودي 2 تبقى 5 الجذر التكعيبي لـ2، دي جذر تربيعي ودي جذر تربيعي ودي جذر 3، دي باتنين ودي بسالب اتنين يبقى يروحوا مع بعض، يبقى النتيجة عبارة عن 5 جذر تكعيبي لـ3. السؤال اللي بعده بيقول سالب جذر 16 زائد 14 على 7 ناقص جذر 28 زائد الجذر التكعيبي لأربعة وخمسين. الستاشر دي تكعيبي يبقى سالب اتنين في تمانية، جذر تكعيبي سالب اتنين في تمانية، سالب اتنين في تمانية، أربعة على ستاشر على الجذر التكعيبي سبعة، أربعتاشر على الجذر التكعيبي سبعة، أربعتاشر على الجذر التكعيبي تربيعي، لا تربيعي تربيعي ولا تكعيبي تربيعي ناقص 28، 28 عبارة عن 4 في 7 أو تربيعي برضك، زائد 54 قلنا 9 في 3 أو 27 في 2، 27 في 2 التمانية دي تطلع من تحت جذر تكعيبي باتنين تبقى، والسالب طبعا يطلع سالب اتنين جذر تكعيبي لاتنين زائد 14 دي على جذر سبعة، طبعا هنضرب في جذر سبعة فوق وتحت فوق وتحت تبقى جذر سبعة على جذر سبعة ناقص أربعة، أربعة دي تطلع من تحت الجذر تبقى 2 الجذر التربيعي لـ7. خلي بالكوا بقى تكعيبي ولا تربيعي، هنا دي تربيعي زائد 27 دي تطلع برضك بـ3 جذر تكعيبي لـ2، الـ3 جذر تكعيبي لـ2 هنا سالب 2 الجذر التكعيبي هيدينا الجذر التكعيبي لـ2. 14 مضروبة في الجذر التربيعي لـ7 على الـ7، دي هتروح مع على دي يبقى لنا 2 ناقص 2 الجذر التربيعي التربيعي لـ7 زائد 3 الجذر التكعيبي لـ2، 3 و1 الجذر التكعيبي لـ2 تبقى 4 الجذر التكعيبي لـ2، دي متشابهين، 2 زائد 2 الجذر التكعيبي لـ7 ناقص 2 الجذر التكعيبي لـ7 دي هتروح مع دي هيتبقى لنا 4 جذر تكعيبي لـ2. هي هنا بس ايه، هنا سالب 2 معلش، وهنا جذر تكعيبي لـ3، فبالتالي هتبقى
الجذر التكعيبي لاتنين، الجذر التكعيبي لاتنين. دي سؤال رقم تلاتة اللي هو سالب جذر 16. هي مش هتبقى أربعة، هتبقى الجذر التكعيبي لاتنين بس، الجذر التكعيبي لاتنين فقط. ده السؤال رقم اتنين. السؤال رقم تلاتة بيقول الجذر التكعيبي لستاشر، الجذر التكعيبي لستاشر ب 16 ناقص 1 على 3، الجذر التكعيبي ل 54 زائد الجذر التكعيبي ناقص 2. الستاشر عبارة عن ايه؟ الستاشر عبارة عن 2 في 8، 2 في 8 الجذر التكعيبي ناقص 1 على 3. 54 عبارة عن 9 في 6 زائد الجذر التكعيبي لسالب 2. ممكن السالب دي تطلع بره تبقى سالب، فهنا دي هتطلع بره 8 تبقى 2 الجذر التكعيبي لاتنين ناقص 1 على 3. 9 في 6 عبارة عن 27 في 2 الجذر التكعيبي، ناقص بقى الجذر التكعيبي لاتنين، 2 الجذر التكعيبي لاتنين عادي تنزل ناقص 1 على 3 في 3 على 27 هتطلع، يبقى الجذر التكعيبي لاتنين ناقص الجذر التكعيبي لاتنين. 3 هتروح مع 3 هيتبقى لنا 2 الجذر التكعيبي لاتنين ناقص الجذر التكعيبي لاتنين ناقص الجذر التكعيبي لاتنين، 2 الجذر التكعيبي لاتنين ناقص 2 الجذر التكعيبي لاتنين هيدينا 0. السؤال اللي بعده والأخير، واحد على الأربعة الجذر التكعيبي 27 زائد 1 على 2 الجذر التكعيبي لواحد 81 ناقص 2 الجذر التكعيبي لتلاتة. الجذر التكعيبي 27 عبارة عن 3 على الأربعة زائد 81 دي عبارة عن كم؟ عبارة عن 9 في 9 أو 27 في 3 ناقص 2 الجذر التكعيبي لتلاتة. 3 على 4 تنزل زي ما هي زائد النص في 27 تطلع 3 الجذر التكعيبي 3 ناقص 2 الجذر التكعيبي لتلاتة. 3 على 4 زائد 1 على 2 أو 3 على 2 الجذر التكعيبي لتلاتة ناقص 2 الجذر التكعيبي لتلاتة. عن 3 على 2 ناقص 2 كله جذر تكعيبي لتلاتة. طبعا 3 على 4 زي ما هي لان ما فيهاش جنبها جذر تكعيبي لتلاتة. 3 بقى ناقص 3 على 2 ناقص 2 هنضرب بسط ومقام في 2 فتبقى 4 على 2 ناقص 4 على 2. 3 ناقص 4 على 2 يدينا سالب نص الجذر التكعيبي لتلاتة زائد تلاتة على الأربعة. تلاتة على الأربعة. السؤال الرابع في الدرس الثامن، نلتقي إن شاء الله في السؤال اللي بعده للدرس الثامن. شكرا، السلام عليكم، والله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.